مرحبا، أهلا وسهلا فيكم في سهرة رمضانية زي ما عودناكم كل يوم في رمضان الساعة 10. أنا وصديقي الأستاذ محمد التميمي بنرحب فيكم في لقائنا اليومي. اليوم لقائنا حيكون عن عادات رمضان في المجتمعات العربية. هاي السلسلة راح تكون إن شاء الله خلال رمضان، حنسوي 4 حلقات. هذا اللي ناويين، والنية إن شاء الله تكون صافية لله. 4 حلقات، الحلقة الأولى اليوم حتكون عن بلاد الشام، الحلقة الثانية راح تكون عن مصر والسودان، الحلقة الثالثة حتكون عن العراق والخليج العربي، والحلقة الرابعة حتكون عن المغرب العربي. و إن شاء الله يعني نحاول إنه نكون معكم قدر المستطاع، نعطيكم معلومات، نذكركم بأيام رمضان في البلاد. عشان هيك اليوم استضفنا صديقين عزيزين، الأخت صابرينا فقهاء، هي ناشطة اجتماعية في أو ناشطة في المجتمع المحلي في كندا. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. ستتحدث عن رمضان في فلسطين، ومعنا الأستاذ محمد تميمي حيحكي عن رمضان في الأردن لأنه صام رمضان في الأردن. بحاول. وطبعا معنا عمنا واخونا الكبير الحاج ابو مؤيد، الحاج علي، هو عمدة شباب سوريا واهل سوريا في مدينة اوتوا، ومن الناس اللي نفتخر ونعتز فيهم. رجل فعلا يعني ذوق واخلاق وكرم، بيته دائما مضياف للجالية العربية بشكل عام، يحب الجميع، الكنديين كلهم بحبوا. طلعوا هالزي الحلو، أهلا وسهلا فيك عم أبو مؤيد. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين إلى أبو مؤيد، أهلا وسهلا فيكم جميعا. وبدي أرحب بصابرينا. دائما صابرينا بنشوف لها كتابات، وكتاباتها أنا بعتبرها الحكواتية تبعت فلسطين. صابرينا بتكتب فلسطين كأنك تعيش فيها، وصابرينا يعني متشربة لكل ذرة من ذرات فلسطين. لما بتكتب عن فلسطين بحس إنه بتكتب عن الرمل، بتكتب عن الشجر، بتكتب عن دودة القز، بتكتب عن النفس، عن الريحة، عن العطور، عن كل شيء موجود، حتى عن الحلويات. لما بتحس إنها بتكتب عن الحلويات بتحس إنها بتكتب عن حلويات من شكل آخر مختلف، كأنك بتعيش أنت في فلسطين لما بتكتب صابرينا عن فلسطين. أنا برحب بصابرينا حقيقة، وبرحب بالعمدة أبو مؤيد، عمدة السوريين وحبيبنا، اللي إن شاء الله بزيه هذا يعكس حقيقة هذا الانتماء، وبيعطينا انطباع أنه اليوم راح نعيش إحنا في سوريا. اليوم راح نرجع للأيام الجميلة. الشام طبعا يعني ما في مجال حد يعني يتكلم عن الشام وما يبحر في العادات والتقاليد والثقافة والتراث الشامي. الشام، وهذا طبعا راح يتكلم لنا فيه عم أبو مؤيد بالتفصيل. يكفي أن نقول أن الشام في رمضان حتى الأذان عندها يختلف. كم عدد الأذان اللي يكون في رمضان على الصلوات؟ بصير أكثر من أذان أتوقع عم أبو مؤيد، صحيح؟ يعني نعم، حتى يعني المؤذنين بكونوا جماعي، الأذان جماعي، الأذان صح. المغرب بكون جماعي، الأذان بكون جماعي، وبكون عدة طبقات جماعي من الأذان، وأحيانا نعم. بكون يردوا على بعض، نعم ويعني جماعي، منعيش أجواء عجيبة في كل يوصل بلد. العدد إلى 40 45 مؤذن في نعم. آن واحد يعني نعم نعم جماعي. فالطقوس هذه اليوم إن شاء الله راح نعيشها ونتفيأ ظلالها مع بعضنا البعض، وإن شاء الله إخواننا اللي بيستمعوا إلنا وبيشاهدونا يستمتعوا ويفيدونا كمان بما عندهم بالتعليقات بالأسئلة. بس طبعا بدكم ترحمونا شوي، إذا ما عرفنا نجاوب سؤال معين هيك يعني اعتبرونا يعني لسه يعني بنحضر يعني ماشي. فأنا أترك أول شيء المجال لعمنا وحبيبنا أبو مؤيد يحكي لنا عن
نقطة واحدة الآن، بعدين نتسل يعني نسترسل في النقاش. لما بيدخل رمضان في أول يوم بيدخل في رمضان كيف بصير في الشام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأضع صلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام، وأبارك لكم في هذا الشهر الكريم، شهر المحبة، شهر الصفاء، شهر الخير. بسوريا عندنا بعاداتنا وتقاليدنا بأول يوم بدخل فيه أول يوم رمضان العالم تتآلف مع بعضها، واللي كان متخالفه الثاني يعني هيك بيصالحوه بعضهم. عندنا بأول ليلة برمضان بيسهروا، أول شيء بيقيموا أول ليلة تراويح قبل رمضان، يعني ليلة رمضان بيقيموا التراويح بالمساجد، بيطلعوا المسحر قبل أذان المساك بساعتين، بيطلع من بيته، بيطلع هو حالة إنسانية، يعني هو عمل وعمل إنساني، ومو بس يعني بس إنه مسحر، كمان بيعرف الناس المحتاجة، يعني المحتاجة الطعام، القوت، الأكل، هو بيعرف أي إنسان بالحي تبعه. يوم إنه ببلش السحور، يعني السحور ببلش عاد هو يطبل على الطبلة تبعته ويفيق الناس من مقالاته، بيصحي الناس على السحور، وبقول إنه يا نايم وحد الدايم، هاي رمضان جاي يزوركم، يا نايم وحد الدايم. يرجع بيصيروا الناس بيتأكد هو من أن الضوء آضى، يعني قبل كان قبل إنه ياضوا السراج أو البتيلة أو الكذا، يعني كان ما في كهرباء بالأول، يتأكد من الشباك إنه آضى الضوء خلاص فاق البيت هذا. في ناس يلاقوه يعايدوه، يعني يباركوا له بالشهر، هو يبارك لهم بالشهر، ويرجعوا يعطوا طعام. هو بيعرف معه سلة، هو حامل سلة بإيده مع الطبلة، السلة يحط فيها الطعام، يعرف الناس المحتاجين، يرجع يوديه للناس المحتاجين بنفس الحي. عم أبو مؤيد، هاي أول يوم. تفضل عم أبو مؤيد. لما بدخل شهر رمضان، يعني أول يوم البيوت بصير في عليها تغيير، يعني اليوم لما دخل شهر رمضان في سوريا، هل البيوت الناس بتعمل عليها تغيير؟ الناس في حياتها، الجيران مع بعض بصير في تغيير؟ الشارع، الشوارع، الحارات، ايش بصير التغيير اول ما يبدا رمضان او قبله بليله؟ قبله بليله بزينه زينه، بزينه بحطوا الفوانيس، بزينه بحطوا الفوانيس، بحطوا فيه اعلام تهدف لرمضان، استقبال يعني بيجي الهلال، اعلام الهلال تهدف الهلال، يعني بحطوا هاي بالحارات فرحه بهجه برمضان. يعني هو كمان يعني اهم شيء تغيير النفوس، يعني بتغير نفوس الناس، بتقارب الناس، يعني بصير يعني اللمه اللي قلت لك عن بدء الكلام، انه يعني بصير إذا في خلاف بين الناس وبعضها، بيجوا ناس إلى الخير بسعوا بعمل الخير، بيصالحوهم ببعضهم، لأنه أتى رمضان، هنا رمضان فيه المودة والمحبة والألفة. تفضل. تسمح لي بس أنقل السؤال لصابرينا عن استقبال الشهر في رمضان، في ليلة رمضان كيف الناس تستقبله؟ يعني هي بلاد الشام بشكل عام بتشترك كلها بنفس العادات والتقاليد بحكم اختلاطهم مع بعض زمان، وكانت الحدود مفتوحة وفي تزاوج بينهم وفي علاقات تجارية، فاكتسبوا عادات بعض. عندنا بفلسطين بتشوف كتير عادات شامية لغاية الآن تطبق، وتحديداً بمدينة نابلس. قبل دخول رمضان في شغلة بيعملوها عندنا بفلسطين اللي هي فقدة الولاية،
اللي هو الأب والأعمام والإخوة والأخوال بياخذوا مونة الشهر لبنتهم المتزوجة بروحوا يزوروها. إيش اسمها؟ إيش اسمها؟ اسمها فقدة الولاية. أوكي. طبعا الدكتور جمال بيحاول يتأكد علشان يعني في امتحان عنده بعدين لما يرجع. ولو إني ضد كلمة ولاية بس يلا مشيها، هي هيك بسموها فلسطين. فبيأخذوا العناية 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 صلة الأرحام. فبيروح صابرينا في حوران إربد وحوران ماشي إربد ودرعة والمناطق هذه بسموهم العناية. العناية العناية فهذا يعني قبل ما يدخل رمضان بيعملوها بياخذوا لهم وبزوروهم، ممكن تتكرر اكثر من مره خلال الشهر، في ناس بيكتفوا بمره واحده. طبعا الزينه في الشوارع في الاسواق القديمه خاصه في نابلس في القدس في الخليل في هاي المناطق بتكون زينه رمضان كثير مميزه. يعني هاي هي المظاهر كبدايه في رمضان، هاي اول شيء. جميل 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 جدا. دكتور جمال عندك ميوت يا دكتور. انا عم بشوف المسحر. رمضان يعني له طقوس خاصه زي ما حكيت وزينه وله يعني روحانيات خاصه، لكن بدنا نشوف يعني انا هدفنا من هذه الحلقه، احنا بلاد الشام زي ما بيحكوا قريب كتير، زي ما يعني كان عندنا مفروض أخت من لبنان لكن للأسف أصابتها وعكة في آخر دقائق بعد الإفطار معها سكري الله يشفيها فتعبت. فبس بدنا نحكي بشكل عام بالأردن محمد شو اللي بيصير في أول يوم؟ يعني نفس السؤال بنطبق أعتقد على الأردن ولا بتختلف شوية؟ يعني تقريبا هو نفس الشيء، بجوز تزيين الشوارع بدأ يختفي، يعني أتوقع كان قديما موجود يعني مش منتشر بشكل كبير في الأردن. الناس بتطلع في الليل في ليلة رمضان، الناس بتطلع الشباب بيروحوا بيسهروا المساجد لما إذا أعلن عن رمضان قبل صلاة العشاء، طبعا بكون في صلاة تراويح بعد صلاة العشاء في ليلة أول يوم في رمضان، وبتحس انه الناس كلها اقبلت على المسجد اهل الحي، يعني بكون في صلاة العشاء بكون العدد اكثر من الايام السابقة له. طبعا التزاور، ناس على التليفونات بيبداوا يكلموا بعض يتصلوا ببعض يطمنوا على بعض يعيدوا على بعض، وفي البيوت بتبدا البيوت طبعا تجهز حالها، بتحس انه كانه الناس كانت السنه اللي فاتت كلها كوم وهاليوم هذا كوم، البيت كله بيختلف بينقلب راسا على عقب تجهيز لرمضان سواء من حيث الشكل او من حيث المضمون. بس الناس بتحس عليها الفرحه، يعني الناس وين ما تكون بتسلم على بعض في سواء بالاتصال او حتى بالشوارع او حتى الجيران. فيعني هي الاستقبال بكون استقبال بالفرحة ما بين الناس وبعضها البعض. جمال معكو أنا بدي أورجيكو فيديو هيك نزلته اليوم وبدي تحكوا لي شو رأيكو الموضوع. مسموع جمال سامعاني هلا؟ سامعاني؟ سامعيني أنا صابرينا؟ أنت سمعتك بس جمال مش جمال صابرينا مش سامعتك. أنا سامعه لجمال. طيب أنا حطلع وأرجع. طيب حطلع وأرجع. شوفوا لي هذا الفيديو. هذا الفيديو اللي بدك تفرجينا إياه دكتور جمال، خلينا نشوفه وأنت حاول اطلع وأرجع عشان وعالنبي صلينا صلوا
طيب يبدو انه عشان جمال طلع فالفيديو كمان طلع معه، فمنتظر جمال والفيديو معه. طيب جمال اهلا. محمد النبي ارجع ارجع جمال ارجع سوي لنا الفيديو من جديد وشيل الميوت من عندك. ايوه سوري قطع عندكم الفيديو. وانت كلك رحت. انت كلك رحت وشلت معك الفيديو علشان فصلت من عنا. يلا ها يلا. طيب هذا جزء بسيط من اللي كنت بدي أورجيكم إياه. المسحر، يعني هذه يمكن أول شغلة برمضان بنفكر فيها دائما. أنا زوجتي مش عربية، أول ما رحنا أول مرة في شهر رمضان سمعت واحد بطبل برا وبصرخ وقالت لي بدنا شو فيه برا، قلت له لا تعالي شوفي. فكرة رائعة، واللي حكى عنها عمي أبو مؤيد إنه هذا المسحر بنقل الأكل من الناس اللي معها، اللي عندها فلوس وعندها أكل ميسورة، إلى الناس اللي وضعها يعني لا سمح الله أقل شوية. فهذا المسحر شو دوره في رمضان؟ شو الروحانية تبعته في رمضان سواء في الأردن أو فلسطين أو سوريا؟ مين بيحب يبدأ؟ نبدأ بصبرينا. خلينا المسحر زمان كان دوره كتير أهم من الدور الحالي، يعني بالأول كان ضرورة، كان من ضروريات رمضان إنه يكون في مسحر. ليش؟ لأنه ما كان في ألارمز، ما كان في يعني حاجات تنبه الناس، خاصة اللي ساكنين بعيد عن المساجد ما بيسمعوا صوت المسجد. كان مثلا في بلدنا كان في مسجد واحد، اللي ساكن بآخر البلد ما يسمعوش. فالمسحر كان دوره انه هاي الناس يوصلها الفكرة انه يعني اصحوا تسحروا تعبدوا. هلا صار المسحرات بفلسطين شكلي اكثر منه ضرورة، يعني صار بس مجرد انه تدخل الناس في الاجواء الرمضانية في الروحانيات رمضان. إلها نكهة خاصة، يعني بتضفي على الشهر نكهة خاصة مميزة. صار جوجل هو المسحر هلا. هلا صار الالارم والتليفون وكل شيء. حج ابو مؤيد شو رايك بموضوع المسحر؟ المسحر فعلا مثل ما حكت الاخت الله يجزيها الخير، ما كان في يعني ساعات او كانت الاذاعات على المآذن، كان المؤذن يطلع على السطح تبع الميدان ما يسمع، فعلا ما يسمع كل الصوت الحي كله يعني او القريه او الحي اي هون، يعني عمليته عمليه انسانيه، يمرق على الحي يفيق هالناس. ومثل ما هي اكثر من تفيق انه يعرف البيوت اللي ما عندهمش اللي يقدروا يسحروا، ياخذ من هون طبق ويعطي للناس التانيين. يعني هذا كان، وكان الفرحة البهجة يعني بهجته، يعني إنه الإنسان يحس بأجواء رمضان، يعني هيك بالألفة، بالناس تطلع السامر بعضها، يعني وقت السحور تودي لبعضها الصحون، تلاقي الصحون يعني من بيت لبيت طالعة، لأنه ونس هذا المسحر يوم يجي على الحارة يونس الحارة، يعني الناس تتونس، يبعث ابنه يقول لك المسحر واقف برا ما بيخاف عليه، يودي صح لجاره يجيب صح من عند جاره، يعني كانت الألفة المحبة. هيك كان الوضع بأول شيء، بعدين صار تطور يعني الإذاعات المكبرات كذا، بس بظل المسحر له روح، يعني روح رمضان سبحان الله، يعني الأجواء رمضان بظل مسحر. وعندنا إحنا يعني أنا حكيت ببادئ الأمر إنه كان عندنا الأسواق بدمشق
احنا عندنا سوق اسمه الميدان، سوق الميدان هذا يعني بتفوت على سوق الميدان بتحس انه شعائر رمضان موجودة كلها، سبحان الله، الزينة، الاعلام، الاحتفالات، الحلويات، كل اصناف الحلويات بصنعوها ما شاء الله، بتحس انه يعني سبحان الله انه التسقية، تسقية هاي الفتة، الفول، يعني هيك المخللات، يعني سبحان الله سبحان الله. طب بالأردن كيف الوضع؟ طبعا المسحر كان موجود نفس الشيء، ما اختلف. أول شيء أكيد كان المسحر ضرورة، وبعدين صار يعني عبارة عن طقس من طقوس رمضان لحد ما صارت الناس تتثاقل عنه. أتوقع أنه مش موجود بانتشار الآن، بجوز بعض المناطق يعني موجود من باب الفولكلور يعني، لكن مش من باب الحاجة والضرورة يعني خليني أحكي أنه في بعض الأشياء في رمضان عن القديم اختلفت، لكن كان إلها معنى في القديم كبير ومهم جدا. الأفكار، الكلام اللي بحكيه عم بمؤيد في موضوع ضرورة المسحر أنه يعرف من المحتاجين. كمان المسحر كان لما بياخد في نهاية رمضان كان كل البيوت اللي كان يمر ويسحرها بيعملوا له معايدة، يعني بيكون في معايدة خاصة له في نهاية رمضان، فهو كان بياخد أجره من الناس، وكان بيتعامل مع الناس، وأحياناً كان بيتم اختياره من الناس. يعني زمان في القديم كان المسحر إشي مهم في رمضان، وكان فيه له دور أساسي، ولذلك كانوا يختاروه بشكل بعناية يعني. طب صبرينا، في سؤال إليك هون بيحكوا على فكرة، أنا سمعت عدة مرات إنه في شباب مسيحية بفلسطين بيسحروا الناس برمضان. مظبوط، صح، وهذا يعني هاي ظاهرة من ظواهر التسامح الديني اللي احنا كثير بنعتز فيها بفلسطين. في كمان بيوزعوا تمر ومية على الصائمين خلال اليوم اللي ما لحقوش يوصلوا بيوتهم ويفطروا هناك. بالفعل هذا إشي احنا كفلسطينيين نرفع رأسنا كثير فيه ونعتز فيه، وبتمنى انه تضلها هاي الظواهر دائما موجودة للأجيال القادمة. يعني بيحاولوا هلا الاحتلال بيحاول إنه يضرب المسلمين مع المسيحيين ويفرق الشعب عن بعضه، بس طبعا هذا الحكي ما زبط معه لحد هلا، وإن شاء الله بضل شعبنا واعي وبضل متسامح على طول. أنا صراحة بتذكر طول عمرنا يعني إحنا جيراننا في مسيحية في البيت، طول عمره بيجيبولنا مثلا بداية رمضان على العيد بيجيبولنا كعك، على عيدهم إحنا بنعطيهم مثلاً هدايا أو إشي زي هيك، ففعلاً كان في هذا الشيء. بدنا ننتقل لوجبة، الوجبة الثانية، أنا كله على الأكل بركز هلأ، السحور بدنا ننتقل على الفطور. وجبة الفطور هي الأساسية يعني. فمعنا عصام بيحكي إنه كان بحارتنا في الزرقاء نسمي شهر رمضان شهر الصحون الطائرة، لأن كل بيت يرسل صحن مما طبخه للإفطار لبيت الجيران، وعند الإفطار ترى أن المائدة عليها عدد كبير من الصحون متنوعة، مع أن كل عائلة عدت مجرد نوع واحد من الأكل. الله يرحم هذيك الأيام. فهل فعلا تتوقعون هذه الظاهرة جميلة فيها تكافل فيها؟ تفضل عم أبو مايد. اللي هي تبادل الأكل. عندنا احنا كان فعلا مثل ما حكيت يعني قبل الفطور بشي ساعة تبادل الصحون، عندنا هاي درجة يعني ببلاد الشام، يعني وين ما بالأردن، بفلسطين، بالشام، بلبنان، يعني على طول تلاقي طبخة تنتقل من بيت لبيت، ونفس يعني بالعكس كمان الطبخة اللي البيت الثاني عب الصحن ما يرجع للصحن فاضي، يرجع يسكبوا نفس هذا بالصحن ويرجع هذا، تلاقي السفرة عليها عدة أنواع الأكل، يعني لأنه ليش؟ لأنه تبادل، يصير تبادل الحمد لله. وأول يوم، أول يوم بتلاقي يعني الناس يعني مزودة بال يعني طابخة هيك زيادة شوي، بتلاقي بزور عندهم ليوم ثاني، يوم ثاني كمان بالسحور بيعطول مثل ما حكيت أني للمسحر
بيعطيه للناس اللي كانوا اللي يعني ما عندهم مشكوت. وعندنا مثل ما حكت الأخت كلامها صحيح، إنه إحنا عندنا العناية بمنطقة درعا والأردن كمان نفس الشيء اسمها العناية، يعني تتضمن هي العناية تتضمن الأخت الخالة العمة بنت الأخت بنت الأخو، هذول اسم العناية. هذولا بيعزموهم بأول يوم ثاني يوم ثالث يوم رابع يوم، يعني حتى بيعزموهم على أن يكون محمولادهم، بيصير يعني بيعزموهم على هيك مثلا كل ثلاث أربعة مثلا من العناية بيعزموهم يوم على البيت، بيقعدوا هيك بيجتمعوا بالسامروا، يعني بيصير يعني تعرف أكثر. وفي كمان عندنا بنفس الشهر بتلاقي بيروحوا على اللحام بيقطعوا كيلو لحم حسب الظروف، يعني الإنسان بيقطع خواته لبنات خواته لعماته للرحم تبعه، يعني بيودي يا كيلو لحم يا فروشتين نيات بيودي لهم إياهن على البيت. كمان هذول من النوع التآلف والكذا. وعندنا بعد الإفطار بيصلوا بالبيت الحمد لله جماعة، الموجودين بيصلوا جماعة المغرب، بيرجعوا بيروحوا على المسجد على التراويح بيصلوا التراويح. بس يطلعوا من التراويح يعني كل إنسان بيحب يرغب عيين يصير عند إنسان بيروحوا بيصلوا عند بعضهم، أو بتلاقي كان في مضافة يجتمع فيها كل الأحبة الزلم الكبيرة، يعني ما كان في تلفزيونات ما كان في كان في حتى بالمدينة كان في الحكواتي بالمدينة كان الحكواتي، يعني بالمدن كان الحكواتي يجوا على القهوة يقعد الحكواتي يحكي قصص يعني هيك كده، وبالقرى بالمضافات يحكوا يعني عن أعمالهم عن كده هيك يعني عن مدار حياتهم، يعني شو صار معهم بالحياة كل واحد قصته كل واحد كده، يعني مثل ما تقول إنه تآلف تآلف يعني. حج أبو مؤيد، شو أهم المشروبات اللي موجودة على المائدة السورية؟ المشروبات احنا عندنا أهم الجلاب، عندنا كان أهم شيء الجلاب، وكان عندنا عرق السوس وتمر الهندي. هذولا يعني مادة رئيسية عندنا كانت أهم شيء حتى بدمشق السوس، عرق السوس بدمشق السوس يعني عرق السوس هذا يعني يعني بتلاقي بأي أسواق منتشر بأي سوق عرق السوس، لحد هسه موجود عرق السوس ما بينقطع نهائيا، والتمر الهندي والجلاب. وعندنا احنا بالقرى المادة الرئيسية عندنا يعني احنا عندنا شوربة العدس، هاي اول يعني قبل اي افطار شوربة العدس احنا عندنا، هاي شوربة العدس معروفة يعني، هاي يعني بالافطار بحطوها شوربة العدس عندنا صحية وطرية على المعدة. وعندنا كمان مشروبات يعني في عصير، يعني بتلاقي في ناس يعني حول الحاجة تبعتهم عصير بيجيبوا عصير تن. بس الأساس جلاب وعرق سوس، الأساس هو كان الجلاب وعرق السوس وتمر، هذول الأساسيات. صبرينا الأساسيات. صبرينا الإفطار في فلسطين، الإفطار والمشروبات تبعت الإفطار بفلسطين في عادة تستخدم في بعض المدن، تقريبا هي عادة شامية بس احنا لطشناهم عنها او لطشناها عنهم عفوا، اللي هي الابيض والاخضر. فبداية رمضان بيبتدوا بطبخة لون ابيض زي منسف لبن كوسة مخشي شيش براك، الطبخات اللي هي بيكون على بياض علشان يكون يعني البياض هو رمز النقاء والصفاء والبركة، أو أخضر زي ملوخية طبعاً أو عكوب علشان يعني بحب استدراسك ملوخية ملوخية أنا بحب الملوخية عكوب عكوب انسى الملوخية عكوب ما هي كتبت ما هي كتبت امبارح عن العكوب وشفتها أنا شوي شوي بدي أشوف قصيدة غزل بالعكوب فهاي الأبيض والأخضر هي من عادات الأكل. بالنسبة للمشروبات القمر الدين التمر الهندي الخروب العرقسوس اللي هي المشروبات اللي بتكون مشتهرة في بلاد الشام كلها موجودة بفلسطين كمان. بس عندنا في عندنا هاي اللي هي تمر مش تمر
قمر الدين، ما بعرف اذا بيشربوها اهل سوريا. ايه احنا عندنا هي تصنع بسوريا، هي تصنع بسوريا قمر الدين، حتى في منها هون بوتاوا في منها صنع سوريا. بتشربوها شرب بتكون جامده شوي. هي بتصير سائل وبصير كمان يعني تنحط على السحور كمان. هي بتصير يعني سائل تنشرب شرب لذيذه جدا يعني، وبصير كمان مثل المربى يعني، بصير كمان جامده شوي مثل المربى، بتتاكل كمان مع زبده كمان طيبه كثير. امر الدين بتفطر. ايه محمد الاردن شو وضعها؟ والله تبعهم المشروع صابرين ذكرتني لما كانت أمي الله يرحمها كانت تحكي لازم رمضان يبدأ على بياض، فكانت تعمل شيء زي ما بتحكي صابرين، تعمل أي شيء شاكرية. شاكرية طبعا إحنا ما كانش عندنا شاكرية، كان عندنا منسف، كان عندنا ششبرك زي هيك يعني. الشاكرية أنا علمتني إياها مرتي نابلسية لنا. فلا إحنا في الأردن كانوا يبدأوا بالطريقة هاي، المنسف أو الششبرك وما شابه يعني. المشروب طبعا قمر الدين هذا امر اساسي وضروري، التمر هندي اساسي وضروري، عريكسوس طبعا اساسي وضروري، ما كان منتشر عندنا كثير جلاب، صار بالفتره الاخيره يعني موجود. بعدين بالنسبه للسمبوسك كمان يعني هذا امر اساسي لازم يكون موجود. الحلويات القطايف يعني قبل المغرب محلات القطايف بتكون أخذت عزها يعني، ويكون محلات القطايف فاتحة من العصر تقريبا تبدأ شغل عشان الحلويات يعني. هذا بشكل أساسي لما تشوف القطايف، في ناس كانوا يقولوا صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، قصدهم فيه القطايف يعني، كانوا يفسروها بالقطايف لرؤية القطايف. فكان هي دليل، ودليل انه دخل شهر رمضان لما تشوف القطايف بلشت تطلع، وسبحان الله بتبدأ برمضان وبتنتهي مع رمضان. فهذه المأكولات يعني كان لابد منها. بعد هيك عاد الناس بتكون أشياء حسب كل بيت بيتفنن، لكن هاي المشتركات ما بين البيوت يعني. طبعا في لبنان مشروب الجلاب هو أساسي زي ما كاتبنا الأستاذ أما، مع السنوبر هذا إشي أساسي عندهم. الأستاذ عصام عدي بقولنا للإخوة اللي ما بيعرفوا شو هو قمر الدين، خاصة الإخوة اللي في المغرب، يمكن قمر الدين هو عبارة عن المشمش المجفف، بكون على طبقة هيك زي كيف بدي أحكيها، زي ورقة هيك معجون، زي معجونة المشمش، وبعدين بيستخدموها عشان يستخدموها عدة مرات. وللعلم في فلسطين بالخليل شغلة اسمها عين طبيخ، عين طبيخ من العنب زي القمر الدين هاي بس من العنب. يمكن أستاذة صابرين بتعرف عنها أنا استني بس سمعت عنها ما كنت عين طبيخ هاي الخلايا لازم طبعا لازم. بالفترة الأخيرة دخل على الخط فيمتو في الأردن. هاي قمر الدين، هاي قمر الدين. نعم تقلبها بس يا حد تورجيهم من وراء، من وراء هاي. أيوة بالضبط. بحكي دخل بالأخير على الأردن الفينتو وصار مشروب أساسي الناس تشربه فقط. يس طبعا دخلت حتى البيبسي كولا هلأ صارت من المشروبات الأساسية الرمضانية. طبعا الناس في رمضان بتتجنب إيش هاي حد؟ هذا تمر، هاي تمر هندي، تمر هندي هندي تمر هندي هذا ايوه الحج مبضع والله لا هالكورونا كان يجينا افطرنا عندك يا حج بكره يعني تعال وسهلا. وهاي القهوه موجوده بيتك عامر، بيتك عامر، تسلم. مبارك الله فيك، صحه وعافيه حج. طبعا الحج ابو مؤيد بتميز بالقهوه لانه ما بيشتريها هاي من تبعت الستات اليوم هاي اللي زت في البريق وحط ميه سخنه وانتهى، عنده تحت في البيزمنت
حاط التتبيلة وشو اسمه الفرن الغاز تبعها وبقعد على نار هادية بطبخها من الصبح عشان الشباب لما بيجوا عنده بالليل. يعني أنا الحجة أبو مؤيد الله يعطي العافية. طيب في الدكتور محمود سوس بيحكي لنا فوائد عرق السوس، له فوائد كثيرة. هاي دلات القهوة، هاي دلات قهوة تبعت أبو عمي أبو مؤيد. يلا يلا إن شاء الله بيتك عمار. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. دكتور محمود السوس بيحكي لنا إنه فوائد عرق السوس كثيرة جدا، منها ما يساعد على ترخيط الأعصاب ويساعد على شفاء قرحة المعدة وحرقتها، كما يساعد على ترميم الكبد لاحتوائه على معادن كثيرة. بس برفع الضغط يا دكتور محمود. برفع الضغط سامع، عشان هيك انا ما بشربه. انا صراحه ما بقدر اشربه. عرق السوس ما بقدر اشربه، ما بعرف ليش ما استصغته. محمد انت كيف انت وياه؟ لا والله انا كنت اشرب كل شيء من مشروبات رمضان الا عرق السوس، يعني تمر الهندي، حتى الاشياء المتاخره هذه الفيمتو وغيره، بس عرق السوس ما كنت اتحمله. صبرينا كيف انت وعرق السوس؟ لا لا مش اصحاب نهائي، مش اصحاب، مش عارف. حتى ابو مؤيد بشرب. انا يعني بشرب. الله يعطيك العيال الصحه والعافيه. مسوي بالبيت الحمد لله تمام. هاي في ناس بقول لك في ناس بيحبوا في ناس بيحبوش. طيب بدنا نسأل سؤال الآن، يمكن من الأسئلة اللي حكت عنها الأستاذة صبرينا، أبيض وأخضر، الأكلات المميزة. خلينا نحكي عن الأكلات المميزة في رمضان، في أول رمضان، والأكلات المميزة للعيد. يعني أنا في البيت عندنا بتذكر كانوا يسووا كبد الصبح. فأول رمضان هل في ليلة القدر أكل معينة، مهلبية، بيضة، صفرة، حمراء، إشي حلو، إشي مخصص؟ ما بعرف، تبدأ صبرينا تحكي لأنك أنت بديتي في الموضوع. بالنسبة للأكلات، في بعرف في بعض المدن المفتول بيطبخوه كل 10 أيام برمضان. أوكي، فهي بتكون من الأكلات اللي كثير يعني ضرورية في رمضان، ما بعرف ليش. كمان يعني ما في، بالنسبة إلي المنطقة اللي أنا عشت فيها ما فيش إشي يعني مميز، نطبخ الأخضر واليابس، يعني ما بنخلي إشي برمضان. العيد في إشي بالعيد؟ بالعيد المعمول طبعا، الكعك اللي هو بدا الستات بده يشتغلوا فيه باخر كم يوم برمضان، وهذا يعني علشان يضيفوا الضيوف اللي بيجوا يعيدوا عليهم يوم العيد من الصبح، من الساعه 6 الصبح ببلش الجرس يرن. كمان في اللحمه يوم العيد لازم، هاي يعني اللي هي الكلاية اللحمه لازم تكون موجوده كمان. بس طيب عبد ابو مؤيد، نعم، اكلات معينه في رمضان والعيد؟ احنا مشهورين بالاكل الرئيسي عندنا المنسف الحوراني. اوكي، بس في يعني بالمحافظات تختلف، عن محافظه عن محافظه، والمدينه بيختلف كمان. بعدين سبحان الله يعني رمضان بيجي بجميع الفصول، يعني احيانا بيجي بالربيع، بيجي بالصيف، بيجي بالشتاء، بيجي بالخريف. يعني بتعرف انت الدوره السنويه لرمضان، صح؟ كل فصول له طائله اكل، لانه بتعرف يعني مثل المنسف ما بتاكل بايام الصيف، حامي بيعطش يعني، بتعرف كذا هيك في اكل. والله بنقدر ناكل كل يوم احنا. بالضبط، ما هو بيعطش يعني، في عطش يعني. عندنا احنا عم ابو مؤيد، يمكن استاذ محمد، احنا المنسف في الاردن بالعزاء بعيد عنا وعنكم، بناكل مناسك الفرح، واحد خطب بناكل مناسك، واحد نجح في صف الاول بناكل مناسك، نجح في صف الثاني بناكل مناسك، عيد ميلاده بنعمل كيكه مناسك. احنا نفس الشيء مع المقلوبه، المسخن والمقلوبه، احنا نفس الشيء يعني. بدك تكرم حدا بتعمل له مسخن. احنا عندنا صحيح. تفضل حاج ابو مؤيد. عندنا
عندنا المقلوبة وعندنا كمان الفطاير، احنا بنسوي فطاير، فطاير بلحمة، فطاير بكشك، فطاير بصبانخ، فطاير بعكوب. شايف شلون بنسوي الملوخية، بنسوي رقاقة مطابق، يعني انتوا عندكم بلدنا بنقول عنها رقاقة مطابق، احنا بنقول عنها رقاقة. هاي عجين وفروج او لحم بالصينية، يعني تطلع كمان زاكية كثير. وعندنا كمان الكبة، يعني حمص حلب اعتمادهم على الكبة، والكبة عندهم ناجحة كثير يعني. وبالشام الكبة كمان عندهم ناجحة كثير، في كبة بلبنية، وفي عندنا احنا المحاشي بأنواعها، يعني محاشي كوسة، محاشي بتنجان، محاشي كلها، في احيانا برب البندورة، وفي باللبن. التسقاية، هاي الأكلات اللي التسقية هي أكثر شيء بالشام، يعني تسقية تسقية التسقية هاي أكلة شعبية بالشام موجودة، وحتى وبأي محافظة موجودة. التسقية كثير طيبة برمضان، طيبة كثير لأنها طرية على المعدة، يعني هي تتألف من طحينة ومن لبن ومن حمص ومن فت خبز، من فت يعني خبز فت يعني هيك بس. وفي الفول، وجبة الفول كمان رئيسية. ماذا عن الأردن؟ والله أنا ما في شيء أزيده عن اللي حكيتوه، لكن بدي أذكر أنه خلال فترة رمضان كلها الناس بتتجنب السمك علشان ما تعطش في نهار رمضان، فبتجنبوا السمك طول وقت شهر رمضان متعمدين يعني عشان ما يعطشوا. لكن طبعا المنسف هو سيد المائدة، فلما بكون في لما هيك، وطبعا والعزائم في رمضان ما ننسى، يعني العزائم في رمضان انت تقريبا ما بتاكلش مع اهلك، يعني انت لازم تضلك متحرك او عندك ناس، يا اما ضيف يا اما مضيف. يا اما مضيف. ف هذا الكلام بيخليك دائما متواصل مع المناسف. طبعا اللي بده يعمل عزومه بده يستضيف حدا ما بينفع ما يعملوش منسف، ولما انت بتعزم حدا ما بينفع ما تعملوش منسف، فبتحس كأنه رمضان عبارة عن مجموعة مناسف يومية. يعني لدرجة انه صرنا لما بننعزم نحكي للناس نحكي بس خلي بالك ارجوك لا تعمل منسف، انبهوا ارجوك لا تعمل منسف، حاول اعمل شيء ثاني. طبعا بسوريا بسموه مليحي، تقريبا نفس المنسف. مليحي مليحي هو نفس المنسف بس بالاختلاف في البرغل. هو والاختلاف كمان في اللبن. اللبن واحد، اللبن واحد بس هي اسمها عندنا مليحية. برغل اسمها عندنا هي عمو مؤيد، احنا كمان عندنا لبن مليحية. لبن بالضبط، بنسميها كمان مليحية في اربد، نفس المنطقة. بدال الرز، ما بالاول سابقا كان عنده بالاردن كان برغل، نفس الشيء كان برغل. صحيح صحيح، كان برغل. تستعملوا الجميد الكركي؟ ايه الجميد، احنا عندنا احنا بنقول عنه كشكي. عدة انواع، هو في الجميد، في الكثي الكثي. هذا الخلاف، هذا الاختلاف. الخلاف المنطقة الشمالية يقول عنه هقط، المنطقة الشمالية يقول عنه هقط، يعني الحسكة ودير الزور والقامش اللي غاب يقول عنه هقط هقط. اما احنا عندنا بساعه بنقول عنه جميد وبنقول عنه كثي كثي. نعم. طب محمد طبعا لبن. نعم محمد، دسلك سؤال. في الاردن بحبوا يعيدوا على فسيخ الصبح او اشي مالح وكبده ومعلاق ومن هالافلام هاي. الفسيخ لا، فسيخ لا، فسيخ مصر هذا. الفسيخ مش موجود في الأردن، ما ولا الأردن بيعرفوه، يعني احنا بنعرفه في المسلسلات لكن ما بنتعامل معه. بس الكبدة والقوانص والأمور هذه بتكون في العيد، بيحبوا الناس تفطرها في العيد، ما لحوا فيها. بالسحور، في السحور يعني غالبا بكون السحور خفيف، ممكن يكون إذا كان في زيادة بكون ممكن شوية قوانص أو كبدة خفيف يعني، ومش على نطاق واسع. بس في فرق بين عيد الأضحى وعيد الفطر.
عيد الأضحى مثلا عند الفطور بكون لحم وبصل، بكون دائما لحم وبصل بيعملوا على الفطور. برمضان بالعيد عيد الفطر لا، عيد الفطر بكون فطور عادي يعني مشكل من حواضر البيت المعتادين الناس تفطرها يعني. طبعا الدكتور محمود الله يعطيه العافية دائما بيعطينا معلومات جيدة، بقول لك يساعد التمر الهندي في تقليل المشاكل المتعلقة بالقلب من خلال التخلص من الكوليسترول الضار، يعني بينزل الكوليسترول، وذلك الاحتواء على نسبة عالية من الألياف الغذائية، بالإضافة لاحتواء التمر الهندي على بوتاسيوم الذي يعمل على توسيع الأوعية الدموية وللتحكم في مستوى ضغط الدم. يعني اللي مش عاجبه يرفع ضغط الدم ينزله بالتمر الهندي. ومن ناحية أخرى يساعد فيتامين سي، في فيتامين سي على محاربة الجذور الحرة الفري راديكالز بالجسم والمرتبطة بالإصابة بأمراض القلب وكثير أمراض، فهو من الأنتي أوكسيدنت زي ما بنسميه، زي الرمان والأمور هاي. فيشكر مشكور دكتور. طيب يعني إحنا حكينا شوية عن الأكل، هلأ عادة العزايم هاي اللي كانت موجودة عندنا، ويمكن الآن مع زمن الكورونا للأسف سكرت، كيف بتنتظروها للسنة الجاية إن شاء الله نرجع وترجع عندنا هاي العزايم؟ أنا أتوقع إنه الآن حيصيروا يعملوا عزايم أونلاين على الزوم إلكترونية. عم أبو مؤيد شو رأيك كيف كانت أيام العزايم؟ نعم. والله أيام العزايم يعني كانت مثل ما حكى الأستاذ محمد، يعني فعلا الإنسان إذا مو عنده بيت وضيوف هو معزوم برا كمان نفس الشيء، يعني ما جباري هاي. قلت لك العناية، احنا عندنا الواجب عندنا برمضان نعزم العناية والأصدقاء والأحباء، وفي عندنا احنا كمان عندنا عن المتوفين، يعني بيعمل عن روح والده وعن روح والدته، يعني بيعمل مثل ما بسموه يعني ثواب، يعني بيعمل عزيمة بسموه احنا عندنا كان يعشوا يعشوا يعني هاي عن روح الأموات يعني يسموها هاي. وأنا حتى هون بأوتاوا يعني بأوتاوا كنت كل رمضان أعزم كل الشباب اللي عندي، والله تلاقي 60-70 واحد يجي عندي. وبالعيد أنا الحجة بالليل بتعجن بتخبز، إحنا بنسميه خبز قالب، يعني هو خبز العيد قراص العيد بسموها. بنرجع كمان نخبز خبز فطاير يوم نيجي بالمسجد مسجد السلام إن شاء الله، إنه هيك رب العالمين يفتح لنا أبواب رحمته وأبواب المساجد يا رب. آمين. آمين. بس نروح من المسجد يوم كل عيد، يعني يا عيد الفطر يا عيد الأضحى يروحوا معاي الشباب، بطلع شيء 40-50 شاب، نلاقي الفطاير بأنواعها، نلاقي الحمد لله خبز قراص العيد، ونفطر هيك ونقعد مع بعضنا وننبسط ونعايد بعضنا وكل واحد يروح على بيته. يعني هيك كنا بسوريا وهيك كنا هون بأوتاوا الحمد لله. بس الله يرفع عنا الوباء يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا الوباء يا رب العالمين، اللهم هيك افتح لنا ابواب رحمتك يا ارحم الراحمين. يا امين امين. طبعا بقولوا لك يا صابرين العزايم هلاك للنسوان، جلي وتحضير فيها ظلم لجنس حواء، شو رايك؟ والله يعني احنا بصراحه كنا نتدمر منها، جلي وتحضير، بس هلا بنفتقدها جدا، يعني حتى جبناها معنا على كندا، كنا احنا واصدقائنا نكون دائما هيك مرتبين انه كل ويكند يا هم عازميننا يا احنا عازمينهم، مجموعه كبيره ونعملها زي بوتلاك ستايل، يعني كل واحد يجيب معاه اكله ونتشارك كلنا. والفكره منها انه اول شيء نحس احنا باجواء، واحنا نحس في اجواء رمضان، وبالتالي نحسس اولادنا كمان، نعيشهم جزء من هاي اللحظات اللي هي يمكن ما مش دائما بتحصل، يعني انه نتجمع كلنا بيصلوا جماعي مع بعض، بنسهر يعني سهرات طويله، كانت كثير حلوه وافتقدناها هاي السنه. في البلاد في العزيمه اللي هو كبير الأسرة، يعني المفروض بيعزم كل الأقارب،
أخواته أرحامه نسائبه، بيعمل عزيمة كبيرة وبيعزمهم برمضان. في ولائم الرحمة كمان، بعض المؤسسات والجمعيات بتعمل ولائم رحمة للفقراء، حتى في منهم بيعملوا بالشوارع يعني، في التكيات اللي لازالت بالقدس وبالخليل هلأ بيوزعوا شوربات وأكل على الصائمين، خاصة اللي هم يعني بيكونوا مقطوعين مش عارفين يوصلوا لبلدهم في موعد الإفطار. ففي العزائم يعني جزء كبير من ثقافة مجتمعنا، وأعتقد لا زالت مستمرة يعني، لسه بنحب نعزم وننعزم. طيب أبو حميد، احكي لنا عن وضع هذه العزايم في الغربة. يعني احنا عم نحكي عن البلد، بس احنا زي ما حكت الأستاذة صابرين الغربة بتختلف شوية، يعني شو رأيك؟ يعني هو طبيعي انه الغربة تختلف. ليش؟ لانه طبعا مش كل الناس اهليهم موجودين عندهم في الغربة. اللي اهليهم موجودين عندهم، اتوقع موضوع العزايم بين الاقارب والاهالي ما زال موجود، لكن اللي أهاليهم مش موجودين عندهم في الجزء تبع أول أسبوع اللي هو عزومة الأقارب، الأهالي العائلة الصغيرة اختفى هيك بالطريقة هذه. بعدين بيكون في عندك عزومة النسائب بعدها، وبعديها بتكون عزومة الأصحاب. يعني أنت مقسم الشهر ثلاث أثلاث، أوله رحمة عزومة الأقارب، أوسطه مغفرة عزومة النسائب، أخيره عتق من النار عزومة الأصحاب. عرفت؟ فيعني هذا بالنسبة للأقارب. طبعا خلال الشهر كله المساجد الكبيرة بكون فيها إفطارات للفقراء، لعابري السبيل، للمقطوعين، للمتأخرين عن منازلهم وبيوتهم. هذا بالنسبة للبلاد. بالنسبة للمغترب، لا أنا أتوقع أن المسألة خفت كثير. يعني الناس شوي اللي أصحاب، يعني أصحاب أعدادهم محدودة، مهما كبرت الأعداد بضل أعداد محدودة عن البلاد. فبالتالي بده يكون العزومة ممكن تكون لمرتين ثلاث أربعة بالكثير خلال الشهر، إلا طبعا حالات استثنائية. أكيد في حالات استثنائية للي عنده عائلات موجودة في كندا من الأقارب حجمها كبير وأصدقاء ممتدين، أكيد يعني ما زالت موجودة. لكن بالغالب العام اللي أنا بشوفه أنه في محدودية من العلاقات، وبالتالي بيكون في محدودية من العزائم. طبعا في نقطة هون أثارتها الأخت نادية، بتحكي ولا أحلى من العزائم، ما خاص بالغربة ولا بالوطن. أخت نادية، عزومتنا برمضان الجاي إن شاء الله عندك أول يوم كنا. ليش رمضان الجاي يعني؟ ما هو قبل ما تنفتح الموضوع نتأكد. تفائلوا بالخير إن شاء الله قبل رمضان. برضو أخت نادية بتحكي أهل غزة وأهل اللد مستحيل ما يفطروا على فسيخ، فأعتقد هذه تؤكد نظريتي أنه في ناس لسه بتفطر على فسيخ في أول يوم العيد. أتوقع أنه الموضوع عشان الملح، عشان ما يأكلوا سكريات كتير ويشربوا مي في أول يوم بعد العيد. I think هذا هو المبدأ اللي كان، لأنه مالح الفسيخ. طبعا في شو أنا من العادات الجميلة اللي هي العزايم، لكن أنا ضد شغلة اللي هي المصاريف. للأسف بتهلك ناس كتير وبتصير واجب. يعني إذا أنت ما عزمت فلان وما عزمت فلان بتصير واجب. والآن للأسف مع الوضع الاقتصادي السيء، فأتوقع أنه موضوع البطلك إشي رائع. شو رأيكوا فيه؟ يعني ما اللي هو بطلك يا جماعة اللي ما بيعرفوا، اللي هو كل عيلة بتجيب أكلها وبنجتمع في مكان وبنأكل كلنا مع بعض من أكل بعض. يعني ما حدا بتكلف زيادة عن اللي بطبخه عادي في البيت. يعني شو رأيكوا فيها؟ والله هاي فكرة رائعة جداً. يعني لما دلينا عليها أول شيء زاد عدد العزائم، صرت تشوف أصحابك أكثر، بطلت ست البيت تضلها طول النهار بالمطبخ بس تطبخ وتتعب حالها، ولما يجوا الضيوف تكون منهكة، ما عندها يعني القوة إنها تتواصل معاهم بشكل مظبوط. وبعدين الأعباء المادية بتقل أكيد، أنت هيك طابخة
فمش مكلف حالك كتير. الفكرة إنه نجتمع كلنا، مرة بنجتمع عنا، مرة بنجتمع عند أصحابنا، مرة عند أصحابنا التانيين، فبتزيد عدد العزايم وبتقل الضغوطات اللي هي بتكون مبنية على هاي العزائم بالوضع الطبيعي. فأنا مع الفكرة وبشجعها، ليش لا؟ عم بمويد شو رأيك فيها هاي فكرة كل واحد يجيب أكلاته ونقعد؟ والله هي يعني هاي اقترحتها من زمان على الشباب، عندهم خبر يعني اللي بيسمعونا قاعدين يشاهدونا. أنا زمان اقترحتها، قلنا لهم يا شباب خلينا نأخذ كل شهر صالة وكل واحد بيطبخ عنده أي طبخة، نوع طبخة عنده بالبيت، ونجتمع كلياتنا، بكون العبء على البيت بكون أفضل، يعني ما في جهد على الحريم. يعني الواحد مثل ما حكت الأخت يعني إنه ما بتخلص العزومة اللي هي من يعني تعبها. أما قلت لهم أنا من زمان والله حكي طرحنا الرأي هذا، إنه كل واحد يطبخ عنده بالبيت طبخة ونجتمع كل شهر، وهيك بنجتمع على المحبة وعلى الكذب. بس عاد إجا الوباء، إن شاء الله الله يبعده عننا يا رب، يخلصنا من هالوباء يا رب. آمين آمين. وإن شاء الله إنه هيك ضل أيامنا كل عمرها هيك سمر وإن شاء الله وفرح، وإن شاء الله إنه هيك رب العالمين بهيك بيبعد عننا كل هالوباء يا رب العالمين. آمين. بيحمينا آمين. إحنا وعيالنا وعيالكم وعيال المشاهدين جميعا يا رب. آمين آمين. فكرة محمد، فكرة كثير ممتازة جدا. محمد شو رأيك في البطلك؟ يعني إحنا زمان كنا نعملها في بلادنا بين الشباب، يعني كل واحد يجيب من عنده شغلة هيك ويعني سهرة شبابية. لكن لما اجينا على كندا شفناها بتنعمل على مستوى العائلات وعلى مستوى يعني اكبر من جمعه شبابيه مفاجئه. يعني هي بتخفف عن ست البيت وبتخفف شوي في جيبه عن جيبه صاحب عن الرجال جيبته. لكن انا بالنسبه لي يعني شخصيا بشوف العزومه لها نكتها. عزومه بعدني تقليدي يعني شوي انا طبعا، لانك ما بتطبخ بالضبط. كلام صحيح. انا مؤيد تماما. لو انا بطبخ كان اول يوم. لا لو انا بطبخ كان ما حدا اجى اصلا، كان ريحه على المستشفى غسيل أمان. كان ما حدا اجى. طيب أنا بدي ضايل عندي سؤالين سريعين هيك. أسواق رمضان إلها خاصية خاصة في دولنا، لأنه معظم الناس تطلع بعد الإفطار بتبدأ تتسوق، خاصة في العشر الأواخر عشان العيد وما العيد. أنا لما روحت على أستراليا في سيدني عندهم في نفس شارع كامل عاملينه سوق رمضاني ليلي، تدخل عليه أكنك في بلادنا، أكل وشرب وحلويات وأواعي ومسدسات العيد ومش عارف إيش. فعلا أنا انبسطت لما شفته. يعني مش موجود هذا الحكي عندنا في كندا، أو ما بعرف يعني ما سمعت في إشي زي هيك. شو رأيكو يعني ليش هذه المدن ما تسوي زي مثلا شارع للمشاة، الناس تقدر بزنس، it's a business wise يعني. صبرينا شو رأيك في الموضوع؟ هي فكرة حلوة أكيد، يعني بترجعنا شوية لعبق الماضي الحلو للوطن. أنا نفسي يكون في قرية عربية هون زي على زي اللي في دبي، هذه القرية العالمية، بس نعملها قرية عربية إنه تدخل عليها يكون في جزء من كل بلد فيها وتستمتع بالأكل المغربي والتونسي والجزائري والفلسطيني والتركي يعني يكون في تنوعات من حيث اللبس، الأكل، مظاهر الثقافة تنعرض فيها، الألبس الشعبية، الحاجات هاي. نفسي يكون عندنا إشي زي تشاينا تاون يعني، بس يكون أرب تاون. فهاي إشي جميل طبعاً. طبعا احنا بسووا عنا زي بازارات، بس هي مش بنفس هذا. او حجة بمويد شو رايك في الموضوع؟ يعني بضم صوتي لصوت الانسة، يعني هو الاصول انه لازم نعمل سوق، يعني قرية عربية هيك سوق، يعني اول شيء الناس تترزق منها،
وثاني شيء الواحد بيلاقي حاجته موجوده، بعدين بصير يعني الواحد يعني هيك بغير جو، بيعيش يعني جو بلادنا. يعني هذا فكره كثير كويسه، والله ممتازه هاي الفكره، كثير كويسه يعني هاي الفكره كثير رائعه جدا. يعني احنا في اشياء كثير بامكاننا بهمتنا ان نعملها، وانا اتوقع انه الايام القادمه راح تكون مختلفه عن الايام اللي فاتت. انا اتوقع الوعي والاهتمام والحرص وحقيقه الانشطه اللي صارت موجوده بشكل جيد وواضح وملفت للنظر بالوسط العربي بينبئ انه الايام القادمه حيكون في شيء، حيكون في تجمعات عربيه، حيكون في شيء يعبر عن الثقافه العربيه، في شيء بيعبر عن الهويه العربيه اكثر. انا اتوقع، انا متفائل في الايام القادمه بشكل كبير. فهذا السوق مش غريب، حتى القريه العربيه اللي بتكلم عنها صابرين انا اتوقع انها مش بعيده. يعني ممكن مبادره من 2 أو 3 اشخاص يعملوها ويحركوا الاجواء كامله، حركوا الاجواء كامله فيها. هي بدها حدا يكون عنده نفس طويل شوي، ويكون عنده صبر على المثبطين، وما يستمع كثير للعبارات اللي بتحاول تقعسه. لانه صدقوني، وهي من تجربه شخصيه، كل المبادرات اللي انا بديت فيها شفت معارضات من البعض فيها، ولما بدينا وكملنا ونجحت اللي كانوا يعارضوا كانوا جزء من الدعم، وكانوا جزء من الفريق اللي بيشتغل ومهتم فيها. الناس بتستنى مرات، بعض الناس بيستنى ليشوف النجاح، بعض الناس الخوف من الفشل بيخليهم ما يكونوا جزء من العمل، فبدهم حدا يبدأ ويفرجيهم بوادر نجاح حتى يتشجعوا. عشان هيك بتوقع انه هذه افكار رائعة ورائدة، والايام القادمة ان شاء الله حنشوفها بإذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. طبعا الموضوع اللي بدي احكي عنه هلأ، او هذه الصورة أنا بدي أحط لكم إياها عن أحد الأسواق، شيء كيف الناس تطلع بتمشي بتقزدر. يعني صراحة أنا بشتاق لهذا الوقت، حتى لو بدك تشتري شيء هيك بس تمشي بهالشارع، وأكيد رح تلف لك من هون حبة قطايف على سندويشة على حلويات رمضان. بدنا نختم بحلويات رمضان، إن شاء الله تكون أيامنا كلها حلوة. نختم حلويات رمضان وليلة القدر دكتور. يس حلوية. نعم. شو الشغلات اللي بنسويها في ليلة القدر وبرمضان؟ يعني خلينا نحكي مع محمد أول. يلا محمد. الحلويات زي ما حكيت، هو سيد الحلويات في رمضان اللي يدل على دخول رمضان، حكينا القطايف. القطايف هذا الأساس يعني. بعد هيك الكنافة أكيد موجودة، الأشياء البقلاوة، الأشياء هذه بتصير ثانوية، لكن هي هذه بشكل أساسي. طبعا في ناس بتعمل رز وحليب اللي بيسموها الشباب البحتة، موجودة وبتنعمل كمان بكثرة، وأنا شخصيا من مؤيديها. دائما والدتي لما كنت أجي من السفر تستقبلني فيها، هي والملوخية يا دكتور جمال. ملوخية والمحمر، تعرف المحمر طبعا. فهاي أشياء يعني رئيسية. طبعا العوامة موجودة زي ما بتحكي أما بتغششني. حلاوة الجبن موجودة، بس بشكل أساسي زي ما حكينا الأردنيين عندهم القطايف هو رقم واحد. بالنسبة لليلة القدر، ليلة القدر هذه يعني هي شهر رمضان، يعني ليلة القدر شهر رمضان آخر، كأنك بتحكي عن كل الشهر تجمع في ليلة القدر. كل العزايم تنعمل داخل المسجد، في ناس بتجيب أكلها للناس اللي بيعتكفوا واللي بيسهروا واللي بيصلوا في المسجد. الحركة في المسجد بتكون غير اعتيادية، مش معتادين عليها الناس. الحلويات، الناس بتكون عمالها بتجهز بحالها من بدري. الأكل في ليلة القدر بخففوا الناس منه، علشان بيجهزوا حالهم لاعتكاف طويل في المسجد. وبالمسجد بصير الناس تجيب لهم بنهاية الليل، بصير تجيب لهم سحور وتجيب لهم حلويات علشان يعني يكسبوا الأجر معهم. فهذا بالنسبة للحلويات وليلة القدر، جمعت لكم إياهم في كلام واحد. صبرينا شو رأيك؟ زي ما حكى الأخ محمد، القطايف هو سيد الموقف برمضان.
عندنا العوامة اللي بسموها بالفلسطيني كمان زنقل. اوكي. اللي هي زي تنبت. اي ترجمة تنبت. بالضبط، هو تنبت يعني زنقل بالفلسطيني. في كمان الهريسة والنمورة والقصص هذه والكربيج وهي كلها بتشتهر. يعني الحلويات ما بيعجز الشعوب العربية أو الشعب الفلسطيني بشكل عام عن إيجاد مكونات إلها. يعني في عندنا كنا نتسحر على إشي بعرفش إذا تعرفوه، اللي هي الشعرية الحلوة. أيوة طبعاً صحيح. كانت أمي الله يرحمها تعمل لنا إياها على سحور، تحط على وشها لوز وتحط عليها قطر. كانت من الأكلات الخفيفة يعني للسحور هذه طيبة. بالنسبة لليلة القدر اللي بتعرف إحنا عنا الحمد لله عنا الأقصى، ففي ناس كتير بتروح تعتكف بالأقصى، مئات الألاف يمكن بتكون معتكفة هناك. وليلة القدر بالأقصى إشي مميز، يعني حاجة ما بقدر أوصفها، يعني روحانيات مش طبيعية. فبروحوا يعتكفوا الناس هناك، وبتيجي المؤسسات داعمة، جمعيات خيرية بوزعوا عليهم الأكل طبعا هناك، الفطور والسحور. وبضلهم برا يعني بناموا بالساحة، بساحة الأقصى، لأنه بوسعش جوا، بيكونوا نايمين بالساحة برا. فهاي من جماليات رمضان عنا، اللي هو الأقصى والاعتكاف فيه والروحانيات وأسواق القدس القديمة كيف بتتزين، وأنواع الحلويات اللي بتكون معروضة فيها وانت ماشي بتتفرج بس عليها، إشي يعني رائع جدا. للأسف أنا انحرمت منها السنة، كان المفروض أكون هناك، يعني عادة بالربيع بنزل، بس السنة ما راحت علي. الله كريم، إن شاء الله بتتعوض. إن شاء الله. طبعا بنات اهل الشام بشكل عام حلوات، فلازم يطلعوا حلويات حلوه، يعني اكيد هذا شيء طبيعي يعني. والله بلد تعلمنا كل شيء يا اخ جمال. هون البلد هاي علمتنا نعمل الكنافه والقطايف ونخبز ونعجن، زي كانه رجعنا زي ستاتنا يعني على ايام زمان. الله يحفظهم ويحفظكم ويخليكم كل اهلكم، والله يكتب لنا صلاه في المسجد الاقصى يا رب. ان شاء الله يا رب. حج ابو مؤيد، احكي لنا عن ليله القدر. نعم. في الشام. في الشام احنا كان بالاول عندنا عاداتنا وتقاليدنا، كان عندنا الحلويات قبل سابقا اسمها اللزاقيات. ايوه نعم. اللزاقيات تصنع بالبيت، يعني هاي اللزاقيات اكله شعبيه مشهوره كانت عندنا. اللزاقيات تطورت الامور، المعامل كذا، صارت عندنا مثل ما حكى الاستاذ محمد الحلويات بأشكالها، يعني القطايف المهلبية، يعني رز بحليب، القطايف بأشكال أنواعها، يعني لأنه عدة أنواع هي أشكالها. الحلو الشامي معروف، المهنة، المبرومة، العوامة، المشبك، يعني هيك كانت. وهي بليلة القدر هو اجتماع أكثر الناس بالمساجد، وإقامة ليلة القدر يعني خير من ألف شهر. وكانت الناس يعني تعتكف بالمساجد وتروح معها الحلويات والأكل والسحور على المسجد، يعني هي حتى طلوع الفجر، طلوع الفجر بصلي الضحى وتروع على بيوتها. يعني كانت هيك السهرات بالأول يعني. وكان إحنا عندنا قلت لك الوجبة الرئيسية الحلويات اسمها اللزاقيات. اللزاقيات حدث عنهم بسويها. في شيء اسمه ناعم. ناعم. الخبز ناعم. الخبز الناعم هذا. آه. هذا خبز، الخبز هذا الناعم عندنا بالشام بيعملوا عليه، بيحطوا عليه مثل مادية الدبس. أوكي. هذا بيحطوا عليه مثل مادية الدبس. هذا بيجي هيك يعني نقرشه، بتنقرش ونقرشه، حلويات نقرشه يعني. هذا قديم كمان، هذا قديم، هذا كان قديم، طبق هو بيجي قديم. هذا ما عندنا احنا، ما بعرف اول مره اسمع عنه. لا بل انا بنعرفه بالشام، موجود لحد هسه بسوق الميدان، لحد هسه بعرضوه سوق الميدان. بس سوق الميدان
نعم تفضل تفضل عمي تفضل. بنوجد في جميع سوق الميدان عندنا بدمشق، بنوجد في جميع انواع الحلويات بدمشق، وحلويات حلب تختلف عن حلويات دمشق يعني صحيح. يعني كمان بحلب متفوقين بحمص، كمان في عندهم ال الحلاوه بالجبنه، في عندهم الهريسه اللبكيه، في الحلاوه الحمصيه بحلب، كمان بتفوقوا كمان بالشعبيات بادلب، بالشعبيات شعبيات كمان لذيذه جدا، المامونيه بحلب كمان عدة انواع يعني الحمد لله. المامونية وفي عندهم يعني عدة أشكال النوع الحلو يعني عدة ما شاء الله ما شاء الله، هي كلها نعم من رب العالمين الحمد لله كلها نعم. الله يديم النعم علينا وعليكم. آمين آمين بارك الله فيكم. طيب أنا بدي يعني إن يمكن ساعة وعشر دقائق لقاء شيق جدا جدا جدا، لا يمل منكم. بدي أعطي كل واحد دقيقة بس، بدي أذكر إنه الأسبوع الجاي راح يكون مصر والسودان. مصر والسودان بدنا أي واحد بحب يطلع يحكي معنا فممكن يتواصل معنا. الأستاذ عصام بيحكي البرازق في الشام وحلاوة حمصية وهريسة النبك، ففي شغلات كتير. أستاذ صابرين حاعطيك آخر دقيقة إذا بدك تحكي إيش للجمهور أو تختمي في اللقاء. في بس تذكرت شغلة كانوا يعملوها زمان، اللي هو ست البيت كانت تخبز رغيف من القمح البلدي، رغيف كبير، ويعلقوه بأول يوم برمضان في البيت. فيضلوا هذا الرغيف لآخر الشهر، في آخر الشهر قبل ما يخلص رمضان يعني قبل ما يجي العيد بفتفتوه وبيوزعوه على الأكياس المؤن والبراميل اللي فيها المؤن تبعتهم تبعت السنة علشان ينقلوا بركة الشهر هذا للمؤن ويضل نعم. بركة رمضان للأيام والشهور اللي نعم. جاي بالسنة. فهاي إشي يعني كان من الأشياء، وكمان ما ننسى التوحش اللي هو الأناشيد اللي كانوا يغنوها في آخر رمضان، في آخر خمس أيام تقريبا من رمضان. صحيح نعم. لا أوحش الله منك يا شهر الصيام. آمين. فشهر رمضان هو يعني شهر الروحانيات، شهر العطاء، شهر المحبة والتسامح، وإن شاء الله يا ربي بينعاد علينا وأوطاننا محررة وأنتوا جميعا وإحنا وإياكم بصحة وسعادة ونخلص من الكورونا ونرجع لحياتنا العادية. هلأ يمكن هلأ رجوعنا لحياتنا العادية رح نقدره بشكل مختلف، رح ننظر للحياة بشكل مختلف أكيد يعني. صحيح. فكل عام وأنتوا بخير وأنا سعدت فيكم وفي هذا اللقاء الشيق وإن شاء الله يا ربي ينعاد على الكل بالخير والبركة إن شاء الله. حج أبو مؤيد إيش آخر كلام بدك تختم فيه؟ أنا بشكركم جميعا على هذا الاستضافة، وحاب أدعي دعاء، هو رمضان دعاء، حاب أدعي إلى جميع البشرية. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ابعد عنا الوباء يا رب العالمين. اللهم ابعد عنا الوباء يا رب العالمين. اللهم نجينا منه يا أرحم الراحمين. اللهم نجينا منه يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه البلد آمن مطمئن يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمن مطمئن يا رب العالمين. واشفي من جميع مرضى الناس يا رب العالمين. واشفي جميع مرضى الناس يا رب العالمين. اللهم افتح لنا أبواب بيوتك يا رب العالمين. اللهم افتح لنا أبواب بيوتك يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا الصلاة في مساجدك يا رب العالمين والصلاة في كنائسك يا رب العالمين. اللهم افتح المساجد والكنائس يا رب العالمين. اللهم افتح المساجد والكنائس يا رب العالمين. اللهم شافي جميع خلقك يا رب العالمين. اللهم شافي جميع خلقك يا رب العالمين. اللهم عد علينا رمضان. اللهم كما بلغتنا رمضان تقبله مننا يا أرحم الراحمين.
اللهم كما بلغتنا في رمضان تقبله مننا يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب أبائنا وأخوتنا الحاضرين والمستمعين من النيران يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا من النيران يا رب العالمين، وأخوتنا المستمعين وأهاليهم وأبنائهم وأولادهم وأزواجهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تلطف بنا يا أرحم الراحمين. اللهم تلطف بنا يا أرحم الراحمين. اللهم تلطف بنا يا أرحم الراحمين. اللهم ابعد عنا الوباء يا رب العالمين. اللهم ارفع العالمين. اللهم استرنا في هذه البلاد يا رب العالمين. اللهم استرنا في هذه البلاد يا رب العالمين. اللهم تقبل مننا رمضان طائعين يا رب العالمين. اللهم تقبله مننا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم جميعا. بارك الله فيكم. نشكركم جميعا إن شاء الله هيك رب العالمين بيخلصنا من هالوباء. وإن شاء الله الحلقات الجاية بنكون مجتمعين إن شاء الله هيك مع بعضنا، يعني بي 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 بصالة بي هيك بمكتب كده مجتمعين مع بعضنا، عدا عن التواصل الاجتماعي النت يعني. إن شاء الله عراس عراس يا عم أبو علي. أستاذ محمد تفضل. بارك الله. الحقيقة كان لقاء ممتع وذكريات رائعة وصحبة جميلة مع يعني ناس من أفضل الناس اللي تعرفنا عليهم في هاي البلاد. بارك. وإن شاء الله إن شاء الله مثل ما قال عم مؤيد الأيام القادمة تكون اللمة فيها أكبر وأحلى إن شاء الله. وبنفس الوقت إحنا نتكيف، يعني عندنا قدرة على التكيف، فهذا نافذة للتكيف. إن شاء الله نظلنا متواصلين ومحافظين عليها ونطورها مع بعض، نطورها أكثر وأكثر، وبجوز بعدين حتى لو راح الكورونا بس خيرات الفترة تبع الكورونا تظل موجودة، في أشياء كانت فيها فيها خير إن شاء الله. فرمضان جميل ودخلة رمضان خففت عنا الكثير، وبنفس الوقت يعني ذكريات رمضان كثيرة، وإن شاء الله نحاول نحققها في بيوتنا نوعا ما بقدر المستطاع. بدي أقول في النهاية أشكر الجميع وأشكر المستمعين والحاضرين اللي حضروا معنا وشاركونا بأفكارهم وتعليقاتهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه تكون الأيام القادمة أفضل. آمين يا رب العالمين. بنكرر شكرنا لكم جميعا، بشكر أخوي وصديقي محمد على استضافته معي هذا اللقاء. صبرينا يعني موسوعة فعلا ما شاء الله عليك، شغلات كتير تعلمتها أنا عن فلسطين أول مرة. طبعا حجب ومؤيد يعني الله يزيدك نعمة ويزيدك بركة ويزيدك، أنت رجل طيب وبركة، والله يحفظك ويحفظ لك أولادك، ويعني دعاء جميل اللي دعيت لنا إياه. بشكر جميع أصدقائنا اللي كانوا معنا لايف وأنسونا الليلة بتعليقاتهم سواء بمساندتهم لنا. بتذكر بلقائنا اللي راح يكون غدا، راح يكون عن بديش احكي لكم خليه السر. ان شاء الله نشوفكم غدا الساعة 10 في سهرتنا اليومية، وتصبحوا على خير. تصبحوا على خير. على خير. السلام عليكم جميعا. السلام عليكم.